شو قلتي يا مو؟ ما فشرة تحط ايدي بايدها؟ شو نسيت شو ساوت فيني وفيك؟ نسيت الفلقة اللي اكلتها بالكركون من تحت راسها؟ لا والله ما نسيت. وبتعرف شو بدها كمان؟ شو بدها؟ بدها ايانا نقسم الورثة تبع ابوك قبل سنويته. قال شو؟ بدها تشتري بيت لعم شبر ونص بنتها. هي هيك قالت؟ هيك قالت امزكي عن لسانها. وقال شو؟ بدها 4 مباريم واساور وحلق مشنشلين للست لطفية وأوضة نوم جديدة وعدة مطبخ وترابيزات لأوضتها المقنشحة. لا هاي ما بتنحمل بنو. والله هي هيك قالت عن لسانها. طيب بلكي امزكي سمعاني غلط من حماتي. خلاص عصام امزكي ما بتكذب. طيب شو ساوي انا يا مو؟ شو ساوي؟ روح خلي حماتك تغير الشروطة ساعتها بترجع مرتك. يا مو انا مو ضد ترجع لطفية. روح اذا بدك وهلأ رجع بس في ريال ما لفوتي لعندك ولا عندي. اريح لراسك وراسنا. ها اذا لطفية مشتاقة لامها بتروح بتشوفها عندها بالبيت. قوم لألك يا سامو قوم لألك قوم. ليش رح تسأل مرتك الثانية؟ روح جيب لطفية على البيت وخلصت القصة. لك انت ما بتعرف شي لك معتز، ما بتعرف وجع الراس اللي بيجي من الضرايب. لك رويا انت نعنع مع نسوانك. ليك انا نعنع لك معتز؟ ايه نعنع. يعني شوفي يا اذا جبتها للطفية مرتك الثانية رح تقدر تفتح تمها بحرف؟ اخي روح لعند الشيخ وبوشك على بيت حماك. اخي ما رح لا روح ولا اجي لحتى تتفق امك مع حماتي. تصطفي عقلك براسك بتعرف خلاصك. مسكينة هالزهرة اتقطع عليها قدر زعلانة هي واختها خيرية. اي والله يا حسرتي يا مو. ما بيأثر الزعل على الولد اللي ببطنه لزهرة؟ على زهرة لا، لانه ابنها صار كامل ومكمل متخلق يعني. اما انت بعيد الشر بعيد الشر، يعني ابنك يمكن يطلع ضعفان ومشوه. لا ايوه ما بدي يجي ضعفان ومشوه. مشان هيك لا تزعلي لك يا مو، مشان ابنك يطلع مثل القمر وكامل ومكمل. وبعدين كلياتنا على هالطريق. مزبوط. اي خلص ما عاد ازعل، انا شو دخلني بكل هالقصة؟ الله يرضى عليكي يا مو. تقبريني ساوي لك صار سفرة لخالتك امزكي. ايه الله يرضى عليك قومي. على راسي خالي امزكي. هاتي لشوف شو طلباتك امزكي. شوفي اذا بدك بنتك ترجع لعصام لا تعصدي بالطلبات. لك امزكي انا من حقي اضمن لها مستقبلها لبنتي. لك يا اختي مستقبل بنتك مع جوزها شبه مع جوزها وبلكي طلقها مرة تانية. لا اطمني ما رح يطلقها. لا مشان هيك انا بدي اضمن لها مستقبلها ومشان هيك عم بطلب هالطلبات هي. واللي عجبه اهلا وسهلا وما عجبه مع الف سلامي. ال10 ليرات الذهب اللي بدي ادفعهم لبنتها حبيبتي بجوز فيهم ابني عصام 3 جوازات وبسكنهم عندي هون بالبيت. اي والله بتعمليها يا سمعان. اي بعملها. ليش حتى ما اعملها؟ اذا صارت الشغله بيني وبينها نكايات بجوزه ولا بسال عليها ولا على بنتها. اي بس يعني هي كلمه واحده امسكي بتوصلي لها اياها. ليرتين ذهب ما في غيرهم، حبه اهلا وسهلا، ما حبه خلي بنتها عندها. ايه ماشي عيني ماشي. عدي عدي لنكسر السفره انا وياكي. كسرت عند فريال. صحتين وهنا. هل بدها 10 ليرات ذهب لترجع الست لطفية؟ وشو يعني يا مو؟ والله يا مو اللي تركه أبوك مو من حقك وبس. إذا بدي أعطيك أنت 10 ليرات بكون ظلمت إخواتك مشان حضرة جنابك وحضرة جناب بنت فريال. بس الخير كتير يا مو. ما اختلفنا يا مو. الحمد لله الله ساترها ومفضل علينا. بس أنا هلأ مسؤولي أمام الله بالمال اللي تركه أبوك. يعني شو يا مو؟ يعني إذا بدي أعطيك 10 ليرات ذهب هلا رح أحسبهم عليك دين من ورثة أبوك. فشو قلت؟ أوف والله كتير 10 ليرات. فكر منيح أو خليني فكر بطريقة خلي فيها في ريال ترجع بكلامها. حاضر يا مو حاضر أنا بأمرك. شي تاني يا مو. شو كمان؟ أعمل حسابك شغل الدكان إخواتك البنات إلهم حق فيه. شلون يعني؟ بدك تقيم جمعية لأخواتك البنات دلال وبوران وجميلة. بس شغل الدكان ما عم يجيب همه ويا دوب عم يكفيني مصروف بيتي. إن شاء الله قرش واحد بتقسمه على أخواتك وبتخبر أخوك معتز هالحكي. حاضر يا حاضر. أخوكي ما لازم يضل عزابي، لازم يتجوز بعدين الناس بتحكي عليه. شو بدهم يحكوا؟ بيقولوا أشكال وألوان. مثل شو؟ بسلامة عرفك ناس بيقولوا ما له قد حمل المرأة. ياه ايه وناس بيقولوا ما له رجال يعني لا تأخذيني. ينطها لسانه اللي بده يقول عن أخي ما له رجال.
يا اختي هيك الناس بتحكي؟ قولي لاخوك يسكت كل هالناس اللي عم تحكي عليه ويلاقي له بنت حلال. ما بده يتجوز يا امزكي، ما بده يتجوز. لك يا حبيبتي ضلي وراه لحتى يتجوز، رغبي بالاولاد، الرجال بلا ذريه بينقطع نسبه. لا والله ما بريدها يا امزكي، ما بريدها. بتتذكري ابو يونس اللي كان بالحاره؟ الله يرحمه. قديش تمسخروا عليه الناس لانه مات وما تجوز، والمصاري اللي معه راحوا لقرايبينه. هذا لو عنده ولد كان حمل اسمه، وكنا قد ما كان شفنا واحد بالحاره من صلبه. يا حصرتي مات وما عاد حدا تذكره. معك حق، معك حق، مزبوط الناس نسيته. ولذلك ضلي نقي عليه حتى يوافق، ولا تتركيه. اوعك ها اوعك. اتفقت مع حماتي بكره جيبها لعندي يا مو. تتهنى يا مو. نعم. عم اقول لحالي بدي شوية مصاري. ليش المصاري؟ بدي اشتري جهاز للطفية. حقا، قديش بدها؟ 5 ليرات دهب. يوه، وليش هالبعزقة؟ 5 ليرات؟ ايه يا مو، جهاز بكلف هديك الحسبة. يا مو لا تصرف هلأ مصرياتك على بلا طعمة، جيب لها جهاز من قريبه، ليرتين بكفي. بس والله قليل يا مو قليل. عصام يكون بمعلومك، ها كل شي عم تاخده أنا عم بحسبه عليك. لا يا مو، ليرتين وزيادة وزيادة. ايه وانا هيك عم قول لأقوم جيب لك المصاري. المهم هلا ترجع لطفية. والله وإليك وحشة يا لطوف. وصار رايح من ورثتي 4 ليرات ذهب، كتير والله كتير. فوتي فوتي لطفية على بيتك، فوتي. تعالي هدى، تعالي سلمي على لطفية، هي مثل اختك. ها مرحبا درتي. اهلين درتي. ايه ها، تسلموا لي انتو التنتين ما احلاكم. يلا لطفية طلعي اشتحي ملايتك مشان نتغدى سوا. يلا. حاضر ابن عمي، اوامرك على راسي من فوق فوق يا تاج راسي. عن اسمك ابن عمي؟ على مهلك عالدرج. ها حاضر ابن عمي. يلا هدهد، يلا روحي، روحي حطي لنا الغداء. انا مالي جوعانة ابن عمي. شلون؟ راسي عم يجعني كتير كتير، خلي لطفية تحط لك غداء. ايه سلامتك. عن اذنك ابن عمي، انا رايحة اتسطع، بركي بتي براسي. يا راسي. ايه روحي روحي، ان شاء الله معافاي. الله يعافيك. شي هلا من شوي تركتها ما بها شي، شو صلى؟ يلا سيدي هلا بتجي لطفية وبتحط لي الاكل. ليكني ابن عمي جاهزة. تعالي تعالي للطفة قديم شقيتي، تعالي. هلا بتقومي بتحطي لنا الغداء وبترستقي لنا السفرة مثل ايام زمان. ليش ابن عمي وما تحط درتي؟ معقول انا اول يوم بيجي فيه على البيت دغري على شغل المطبخ؟ ايه معلش لطوف، معلش راسي عم يجع، بعدين انا حابب اكل من ايديكي. ماشي ابن عمي، بس بتفهمها انا ماني خدامه لحدا، انا بخدم سيدي وتاج راسي بس. ان شاء الله تسلمي لي.